مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الخاصه من برنامجكم التفاعلي فيسبوك. يتجدد معكم اللقاء في الحلقه 25 والاخيره من موسم البرنامج الثاني. سعداء جدا بتواصلكم ومراسلاتكم ومشاركاتكم التي زودتم بها البرنامج طيله الموسم، ونامل ان يكون البرنامج قد نال اعجابكم وتفاعلكم ومتابعتكم واهتمامكم طيله الموسم المنصرم. إن مصيبة الشعوب المغلوبة على أمرها ليست فقط في حكامها، وإنما أيضا في نخبها التي تثبت بجدارة وفي كل مرة فشلها الذريع في تقديم بديل متماسك لشعوبها. لن نكون كاذبين إذا قلنا إن الفن في موريتانيا بكل أنواعه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب. على الرأي العام الوطني أن يفرض إغلاق السجون السرية وتحسين أوضاع السجون العلنية وطرد سجاني السجون الكبيرة. تفكر في أم الشهيد الربعاوي وأخت المفقود السوري وبكل من تربطهم علاقة ما بأحد الذين طالتهم لعنة الحروب أينما كانوا. العور الحقيقي مرض عضال يصاب به البعض فيتحول إلى عقوق. في بعض الدول الكتابة يسيرة بسبب حجب الضريبة عن الكتب وما اتصل بها وكثرة دور النشر. في ظل غياب مكتبة وطنية حقيقية تشتمل على كل المراجع التي يحتاج لها الطالب أو الباحث، لا مفر من اللجوء إلى ما تجود به أيادي الآخرين رغم ما يلفون فيه من أشياء هم أعلم بها. عندما ينسف منطق سديد ما ارتأيته فتذعن، يعني أنك باحث عن الحقيقة. كتب لنا غابو في خريف البطريرك عن جنرال يشبه جنرالاتنا كثيرا. أيها الشباب، إذا غسل النظام فيكم درنه فلن يغسلكم بعدها المحيط الأطلسي. لو تصورت أن أي لقاء يجمعك بشخص ما هو آخر لقاء ستراه فيه، فأظن أنه مهما كان في قلبك له من عتب ستتجاوزه للتفكير في استغلال تلك الدقائق الأخيرة. خلال الموسم المنصرم حرص فريق البرنامج على تجديد حلة الموسم وتغيير نمطه وتنوع مواضيعه ورصد مختلف الآراء والتوجهات فيه. كنا منبراً لكافة المدونين وصوتاً لأصحاب الحقوق وموعداً لا يخلفه متابعونا ومشاهدونا في بداية كل أسبوع. إطلالة سريعة على بعض المقاطع من المدونين الذين استضفناهم في فقرة ضيف البرنامج وماذا يخطر في بالهم، نتابع. ما يخطر في بالي أن وسائل التواصل الاجتماعي أنها هدية من الله للمستضعفين في الأرض، يعبرون فيها عن ما يجيش في صدورهم، يتواصلون فيما بينهم بعيداً عن الرقابة وبعيدا عن المحظورات وبعيدا عن أي سلطة، وأن بإمكانهم يستغلوها في تنمية الوعي. تنمية الوعي هي التحدي الأكبر. مشكلتنا الحقيقية، مشكلتنا الكبرى، هي في سيطرة بعض الأفكار اللي جابتها الأنظمة الرديئة. البطالة مشكلة حقيقية تواجه الشباب بظل غياب إرادة سياسية واضحة وإرادة من الدولة للقضاء عليها. الغريب أن هؤلاء الذين هم في حقيقة الأمر من أفسدوا هذه البلاد واستمرأوا إفسادها، تخرج لهم الناس صباحا ومساء مصفقة ومعظمة، وكأن هذا الذي يحدث هو إنجازات كبيرة. يخطر ببالي كذلك أني أسير في شارع لا أميز فيه من خلال لوني أو منطقتي أو قبيلتي، وإنما فقط بتلك البطاقة المربعة التي تحتوي مربعا صغيرا يحوي صورتي وكلمات أو أحرف كتبت عليها جنسية موريتانية. نحن اليوم نحتاج المجتمع مدني حقيقي فعال يبني ويصلح، وليس مجتمع مدني استرزاق وأمور هكذا. ما يخطر في بالي هو أن اللقاءات والمقابلات والكلام المعسول لا يبني البلد، فنحن قد سئمنا الهدم وأصبحنا نتوق إلى البناء. فأعتقد أنه هذا القانون بالذات لم يأتي في وقته، وأعتقد أيضا أنه لن يكون في وسعهم إغلاق أو التقليل من حرية المدونين عبر هذا الفضاء. يخطر الآن ببالي على أني أتطلع لموريتانيا دولة مدنية ديمقراطية، دولة لا وصاية فيها للعسكر، دولة المواطن فيها هو السيد وهو الذي يتحكم في كل الأشياء. يخطر ببالي هذه الأيام والرئيس مزمع على لقاء الشباب أن أرى اثنين من شباب هذا الوطن، أو هكذا كان، غدا اختطفا شابين
منذ ما يزيد على 10 سنوات أن يكون هذين الشابين من ضمن الشباب الذين سيلتقونه ليحكون له حكاية 10,000 ليلة وليلة من العذاب والمعاناة والقهر خلف جدران مقبرة غوانتانامو. يخطر في بالي أن أقول لشباب أمتي كما كنت أردد دائما: التاريخ ينتظرنا كشاهدين على العصر، والضمائر تستنهضنا لنتكلم بلا حدود، فإما أن نصدق أمام التاريخ كشاهد عيان، وإما أن تحاسبنا ضمائرنا في لقاء خاص. ليس عيبا أن يكون هناك أكثر من رأي، بل هي ظاهرة صحية. العيب كل العيب والخلل كل الخلل أن نعتقد أننا نسير في اتجاه معاكس. شكرا لكل المدونين والمدونات الذين شرفوا البرنامج. وكما كان فريق البرنامج حريصا في استضافاته واختياراته على التنوع والإفادة، فقد وضع نصب عينيه كذلك استراتيجية لتجديد وتطوير مستوى كثير من مشاهديه عبر فقرات متخصصة في المواضيع التعليمية وجديد التقنية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمصورين المبدعين لعرض صورهم ضمن نافذة صورة وتعليق ونشر بعض الصور العالمية مع تعليقات لمتابعي البرنامج حولها. الزميل محمد عبد الرحيم يصحبنا هذه المرة في تقرير عن مراحل إنتاج حلقات البرنامج، نتابع. كمعظم البرامج التسجيلية يمر فيسبوك في مراحل مختلفة من الإعداد والتقديم والمونتاج والإخراج وصولاً إلى المرحلة النهائية في غرف البث. يبدأ التحضير أسبوعياً عبر متابعة نشاطات المدونين على فيسبوك وتحديد السياق العام لتفاعلهم، والذي على أساسه يتم اختيار الموضوع الرئيسي وبقية التدوينات العامة. أما فقرتا التقنية والتعليمية فيتم البحث عن المادة المناسبة لهما بين عشرات المواقع المتخصصة، ويتم اختيار صورة الحلقة بناء على مقترحات من أعضاء الفريق. كما يقوم الفريق باختيار موضوع فيديو الحلقة ثم العمل عليه مع المحافظة على التجديد والاختلاف في كل مرة، ويتطرق نقاش الحلقة في كل أسبوع لموضوع يهم الرأي العام ويشغل بال المواطنين. لاحقا يتم تجميع كل مادة الحلقة وتنسيق عناصرها في مجموعة على الفيسبوك تضم أعضاء فريق البرنامج، ليشرف المعد على كتابة الباتو النهائي للحلقة. وصباح كل خميس يتم التسجيل في استديوهات القناة بإشراف من المخرج، الذي يراجع بدقة عناصر الإضاءة والصوت وضبط العملية فنيا، ثم متابعة تسجيل التدوينات بأصوات بقية الزملاء يخرج الفيسبوك في الحلة التي تعرفون. وبعدها نصل إلى المونتاج والجرافيكس، هما المرحلة الأصعب والتي تتطلب كثيرا من التدقيق والجودة، لأن أي خطأ فيها قد يعرض الحلقة كاملة للتلف، ويتولاهما طاقم من أفضل محرري الفيديو ومصمم الجرافيكس في القناة. وبعد الاستخراج ننتقل إلى البث، الذي حاولنا دائما ووفقنا بفضل الله بالمحافظة على توقيته بالثبات الذي عاهدتم، مساء السبت عند الساعة 7:45 من كل أسبوع على مدى 24 أسبوعا. تلكم هي المسيرة الإنتاجية لحلقة من حلقات البرنامج، تكتمل بمشاهدتكم ومتابعتكم في كل أسبوع. وطوال حلقات الموسم المنصرم كانت الزميلة هدى حمى ختار وقفات مع تسجيل الحلقة وكواليس ضمن تقديم البرنامج، كما كانت للزميلة أمامة أحمد بعض الكواليس كذلك أوقات التسجيل والحضور أمام الكاميرا في تقديم البرنامج. إطلالة سريعة على هذه الكواليس والوقفات ضمن الفقرة التالية نتابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة. راني صديت فوق ساهي عندي والله ويلي والله يلي دارو كي هوك واربعة هوك. شنو السر الصبع مرتي خطر واحد؟ سنكون معكم دائما وذنبانا مولي معانا. لم نكن لنصل إلى عيد ميلادنا العاشر دون صداقاتك. شنو رجع لي شو اسم المدون؟ أيوة. يرى أن هذا الحوار هو الركيزة الأساسية للمنسقية لا يقراها حتى بيه هذا مدن ما نعرف شنو؟ أوكي شنو نقول؟ قال الحجاج كلبا رؤوما متقطع بالسيوك الحر واحد العوار الحقوقي بلغت ذروتها عند مستخدمي مواقع الاتصال التواصل. نلقي نظرة على هاتف HTC 1M. لطاري لين عدانا أمامة بدون أن يعرف شيء يعرف شيئا عن ذاته. في ذنبانة
لكم أراكم لا تردوا، شوشتوا عليا. وإلى أن نلقاكم في موسم آخر من برنامج من وترقبوا عودتنا قريبا بإذن الله في حلة أخرى. عودتنا ذنبان راعيها جات دحانيها شوي تفوز عنا. حرص فريق البرنامج على تجديد حلة الموسم. شنو؟ باي باي فيسبوك. اوه لمتنا اليوم حامي. وبالتأكيد كانت لدى بقية الطاقم كواليس أخرى، إلا أن عدم تسجيلها حال دون عرضها لكم مشاهدينا الكرام. وبرنامج فيسبوكس كأي إنتاج بشري يظل محل نقد وتطوير وملاحظة منكم، ويرحب بكافة الملاحظات والتساؤلات والأفكار التطويرية. وقد وصلتنا ملاحظات كثيرة حول مدة البرنامج القصيرة، وأخرى حول معايير اختيار التدوينات، إضافة لبعض التساؤلات حول ضيوف البرنامج وطريقة المشاركة فيه. ونحن إذ نعتز باهتمامكم لتطوير البرنامج نعدكم أن نسعى للأحسن ضمن المواسم القادمة بإذن الله، وأن يبقى البرنامج منبرا لكل التوجهات وفرصة لكل الآراء، وأن نتيح مزيدا من الوسائل والطرق للتواصل معكم وإشراككم في كافة الفقرات. وإلى أن نلقاكم في موسم آخر من برنامجكم فيسبوك، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في الإعداد والتصوير والصوت والمونتاج والجرافيكس والإشراف والإخراج. وترقبوا عودتنا قريبا بإذن الله في حلة أخرى وإبداع متجدد وتواصل مستمر معكم مشاهدينا الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.